يقول شايب والله يا الربع إن الله يبي يدخلنا الجنة، لكن إن ظالمين لأنفسنا. كل أركان الحياة كفارات، مشي كفارة، المشي إلى المساجد كفارة، تبسمك صدقة، الجلوس في انتظارها عبادة. أحبابي ما بقي شيء، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، يمحو الذنوب حتى من أكبر الكبائر، التولي يوم الزحف. سيد الاستغفار، ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. يا مسلم اشبق، ماذا بقي؟ إياك أن تئن وتحمل على الأكتاف ويكبر عليك 4 وتقول ربي ارجعون، وكنت في المهلة.